في مدينة يثرب وفي نفس فترة حياة النبي عليه الصلاة والسلام اتولد طفلة اسمها نسيبة أو أم عمارة، واللي كان والدها يبقى كعب بن عمرو بن عوف ووالدتها الرباب بنت عبد الله بن حبيب. وعاشت نسيبة في يثرب قبل الإسلام، قبل ما تتحول للمدينة المنورة، وقبل فترة من انتشار الإسلام اتجوزت نسيبة من زيد بن عاصم وخلفت منه أولادها التلاتة وهم حبيب وعبد الله وتميم. وبعد فترة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قرر إنه يبعت الصحابي مصعب بن عمير لمدينة يثرب عشان يدعو الناس للإسلام، وساعتها آمنت به نسيبة وزوجها، لكن خبوا إسلامهم عن باقي أهلهم. ولما أوذن للنبي بالهجرة وتمت بيعة العقبة الثانية للنبي من أهل المدينة، كان وقتها عدد المبايعين 73 راجل ومرأتان، وكانت نسيبة بنت كعب واحدة منهم. ومن بعد البيعة بتبدأ نسيبة رحلة إخلاصها في نشر الدعوة. وفي سنة 2 هجريا قامت غزوة بدر، واللي شارك فيها أخو نسيبة عبد الله بن كعب وزوجها زيد بن عاصم الأنصاري، لكن بيستشهد بعدها. وفي يوم 7 من شهر شوال سنة 3 هجريا بتقرر قريش الانتقام لهزيمتهم من المسلمين في غزوة بدر، وبيخرج الرسول بجيشه من المهاجرين والأنصار ضد جيش المشركين اللي كان بقيادة أبي سفيان وخالد بن الوليد قبل دخوله للإسلام. وفي غزوة أحد بتحضر نسيبة أول غزوة ليها مع الرسول عشان تكون نسيبة بنت كعب هي أول ممرضة في الإسلام، فكانت بتداوي جرح الغزوات وكانت بتنزل بنفسها الأرض المعركة عشان تسعف الجنود. ولكن لما بدأت كفة المعركة تتغير لصالح المشركين سمعت نسيبة إن الرسول اتقتل، ومن غير ما تتردد لحظة بتجري نسيبة بسرعة عشان تدور على الرسول. وأول ما بتشوفه واقف مع عدد قليل من المؤمنين اللي صمدوا في المعركة بتاخد سيف من السيوف وتقف مع أولادها حبيب وعبد الله وغزية بن عمرو زوجها بعد استشهاد زيد بن عاصم عشان يكونوا حائل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الرماح والسيوف والسهام. نسيبة في المعركة كانت أشجع من كتير من رجال المسلمين واتصابت ب 13 جرح بينهم طعنات بالسيف والرمح. وبيجي المشرك ابن قميئة واللي بيكون مصر على قتل الرسول، فبتقف نسيبة في وشه وبتقتله بنفسها وبتتجرح جرح عميق في كتفها، وبيشوفها الرسول بيقول لها ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. وفضلت نسيبة بعد الغزوة تتعالج من جرح كتفها سنة كاملة. وكان النبي بيحكي عن دورها في المعركة وبيقول والله ما التفت يمنة ولا يسرة إلا وجدتها تدافع عني. في سنة 6 هجريا تمت بيعة الرضوان للنبي عليه الصلاة والسلام في منطقة الحديبية بعد ما انتشرت إشاعة مقتل عثمان بن عفان، وكانت نسيبة من ضمن المبايعين، ولكن قريش خافت من إخلاص المسلمين للرسول فوافقوا على الصلح بينهم، وكانت نسيبة من ضمن الحاضرين للصلح في منطقة الحديبية. وبعدها بسنتين قامت غزوة حنين بعد ما قرر مالك بن عوف إنه يجمع قبائل هوازن وثقيف عشان يحاربوا جيش المسلمين. وفي بداية المعركة كان جيش المسلمين على وشك الانهزام وهرب عدد كبير منهم، وما فضلش مع النبي الا قله من المؤمنين المخلصين. وبتشوف نسيبه بنت كعب اللي بيحصل، فبتخرج بسيفها وبتخطب في كل اللي هربوا وبتقول لهم اي تعاده هذا ما لكم والفرار، ووقفت بكل شجاعه تحارب مع الرسول للمره الثانيه، وكانت سبب ان المسلمين يرجعوا يحاربوا من تاني لحد ما انتصروا في المعركه. سنه 10 هجريا وقبل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام بسنه خرج شخص اسمه مسيلمه بن حبيب وقال انه تقاسم النبوه مع الرسول، وبعت له رساله بيقولوا فيها من مسيلمه رسول الله إلى محمد رسول الله، ألا إني أتيت الأمر معك، فلك نصف الأرض ولي نصفها، ولكن قريشا قوم يظلمون. ولكن النبي رد عليه وقال له من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبعدها قرر النبي أنه يبعت حبيب بن زيد الأنصاري بن نسيبة بنت كعب لمسيلمة، وده عشان يخليها تراجع عن ادعائه للنبوة. وهناك بيتكلم مسيلمة مع حبيبه وبيسأله أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فرد عليه حبيب وقال له أشهد. سأله تاني أتشهد أني رسول الله؟ فرد عليه حبيب وقال له لا أسمع. فكرر مسيلمة نفس السؤال، فكرر حبيب نفس الإجابة، وساعتها تعصب مسيلمة الكذاب وقرر أنه يعذب حبيب وبيقطع أجزاء من جسمه وحي عشان يشهد أنه رسول الله. لكن حبيب ثابت على موقفه وهو بيفتكر كل اللي والدته علمته له لحد ما استشهد من غير ما يعترف بمسيلمة الكذاب. وبتعرف نسيبة اللي حصل وأنها فقدت ابنها، فقامت بكل صبر لمثل هذا أعددته وعند الله احتسبته. وفضلت نسيبة مستنية اللحظة اللي هتنتقم فيها من مسيلمة. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تولى أبو بكر الخلافة وقرر الخروج لحرب المرتدين ومنهم مسيلمة الكذاب، وساعتها بتستأذنه نسيبة عشان تخرج مع جيش خالد بن الوليد اللي هيحارب جيش مسيلمة، وبتشارك نسيبة في الحرب هي وعبد الله ابنها، وبتشوف قدام عينيها وحشية بن حرب وهو بيرمي رمحه على مسيلمة، وبعدها بيخلص عليه ابنها عبد الله بن زيد انتقاما لأخوه حبيب. وفي المعركة صابت نسيبة
مسيبة بجروح كتير واتقطعت ايديها، لكن فرحتها بمقتل مسيلمة الكذاب نسيتها كل الألم والعذاب اللي حاسة بيهم. وبعدها بسنتين وفي 13 هجريا ماتت مسيبة بنت كعب بعد سنة من معركة اليمامة متأثرة بجروحها، واتدفنت في أرض البقيع بعد ما قدمت أقوى الأمثلة في شجاعة المرأة وإنها ممكن تبقى أشجع من الراجل 100 مرة، وبعد ما ضحت بنفسها وبكل ما تملك في سبيل الله ورسوله. الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني، وعمل الجرافيكس والموشن بتاعته هشام شتا. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة والقديمة. سلام.